اسمي جمال بشير محمود من أصدول الصومال. والله جو الرحلة خطر وكان معكر شوية، بس كنا متوكلين على الله وقلنا الله يسهل. والله المعاملة كانت حلوة جدا، ما شفناش أي عنف، ما شفناش أي شتايم، ما شفناش أي حاجة الصراحة. كتر الله خيرهم، هم أنقذونا وكانوا خايفين على سلامتنا، فالحمد لله على المكتوب، يعني إحنا قانعين فيه. عمري 26 سنة. طبعا بحكم أنه السفر هذا كان أول مرة، كان كل شيء مفاجأة بالنسبة، فقالوا لنا كلام واللي حصل كلام ثاني. يعني إحنا كنا فاكرين أنه السفر شوية نوعا ما لو كان متعب يعني مش حيكون أكثر من يوم أو بعض ساعات، لكن صارت أنه 4 أيام صحراء ومذلة وجوع وموت وزي كذا. طبعا أنا أهلي الله يرحمهم، الوالدة متوفية من زمان والوالد ما عرفش عنه حاجة، وكنت عايش في اليمن وفي السعودية ومغترب يعني. فصارت الظروف في اليمن شوية صعبة ومشاكل وحروبات، فقلت بغير أشوف لي لقمة عيش وعلشان أكون مستقبلي وعيش شبابي. الله يسهل.